معي ذا الروح والعالم يلي ترك دلالاته الأولى بحياة الشعوب وحضارة البلاد، عالم خاص بيمتزج بغذاء الروح يلي بيعالج نفوسنا وقلوبنا بنفس عم الوقت. نحكي عن عالم الموسيقى ليا يلي رسم بأنغام وأبجدية السوريين أصحاب التدوين الموسيقي الأول والإرث الحضاري يلي تم استنهاضه بإبداع موسيقيين من أبناء سوريا. لنحكي أكثر عن الموسيقى لليوم. بيسعدنا أن نرحب بالمايسترو حسام الدين بريمو، قائد لونا للغناء الجماعي وأستاذ في العلوم النظرية في المعهد العالي للموسيقى. يسعد صباحك أستاذ، صباح كيفك؟ الخيرات. تمام، بخير صباح الحمد لله. الخير وأهلا صباح وسهلا النور. فيك ومبروك الحفلات يلي عم تقوموا فيها. ايه من وين الحمد لله. بلش؟ من ندى؟ بدك نبلش من نبلش ندى، بالندى؟ نبلش يلا من خلينا ندى. نبلش ندى بندى. التنين قبل الماضي عملنا حفلة بدار الأوبرا، اخترنا 10 موسيقيين سوريين راحلين، كتبوا موسيقى جميلة لكن مو أغاني، موسيقى للموسيقى، موسيقى صرفة بنسميها الموسيقى الآلية. اخترنا لكل واحد عمل وقدمنا 10 أعمال ل10 موسيقيين راحلين، لأنه نحن لازم نتعرف هدول اللي قضوا فترة برات الضوء بزمنهم، ما كان في تلفزيون، ما كان في ترويج إعلامي مثل اليوم. اليوم أي مغني بيعمل غنية بتنتشر. هن كتبوا موسيقى جميلة وكتبوا كم كبير وما نعرف عنهم كتير، فاخترنا 10 منهم قدمناهم للجمهور وحاولنا نعرف يا ترى بس نحن كموسيقيين متأثرين بهي الموسيقى ومعتبرينها جميلة، أم شريحة عشوائية من الجمهور ممكن تعتبرها جميلة. كيف كان التفاعل؟ حصدنا تفاعل جميل جدا جدا أثناء العرض، أثناء الأداء. أنا بحاول أعطي إذني للتصفيق مع آخر كل قطعة، وأحيانا تكون تصفيق قليل بزعل مو لأنه الجمهور ما عجبه، بزعل لأني ما أحسنت الاختيار. هون الناس كتير تفاعلت بشكل كتير حلو مع موسيقى وموسيقيين ما بيعرفون، والأحلى بعد نهاية العرض كل الناس كتير بنشكركم، لأنه ما كنا دريانين بهيك شيء. نحن ما كنا دريانين إنه في حدا كاتب تانجو، في حدا سوري كاتب تانجو، ما لنا دريانين إنه في هيك ريحة عربية لموسيقى أوروبية ممكن تنعطى، ما كنا دريانين إنه في موسيقي اسمه فلان بيعمل هارموني عظيم ممكن يتنفذ على البيانو لحاله، ممكن يتنفذ مع أوركسترا صغيرة أو أوركسترا كبيرة نفس الموسيقى. فكتير كان الصدى حلو، برأيي أنا كتير القضية مهمة ليست فقط على الصعيد الاجتماعي والفني، أيضا على الصعيد الوطني، لأنه التعرف على القامات الراحلة بالنسبة للجيل الجديد قضية بالغة الأهمية ومسؤولية كبيرة على كتافنا. في ناس راحوا ما حدا دري فيهم، وهن ناس مهمين لازم يدري فيهم الجيل مهم. الحالي لازم يعني يعرف إنه في عنده حدا يفتخر فيه. كلنا بنفتخر بعبد الوهاب لأنه عبقري ولأنه بنعرفه. طيب والعبقري اللي ما بنعرفه كيف بدنا نفتخر فيه؟ لازم تعرف لازم عليه. نظهره. والحقيقه موسيقى السوريين هي مطموره بوراء صفراء، بنوطات مهمله، بنوطات موضوعه باماكن نحن ما بنعرفها. لو ما الاستاذ احمد بوبس اسعفنا بكميه من النوطات، انا صدقا مالي دريان لا بالمؤلفين بعضهم طبعا ولا بمؤلفاتهم. طب كيف لازم تشتغلوا عليهم يعني كموسيقيين فعلا؟ كيف لازم نلاحق هذا الموضوع؟ هلا لازم وجه شكر لدار الاوبرا لانه تبنيت هذا الموضوع بانها بدها تنفق عليه. فكافراد اليوم في اكثر من 10-15 موسيقي سوري عم يبحثوا من دافع الشغف، من دافع انه هاي مهنتنا او هذا واجبنا الوطني ايضا الى جانب انه مهنتنا. بدنا نعرف فلان شو كتب، مين محمد رجب، نسمع بمحمد رجب. طلع عامل لونج الناس طار عقله فيها بالحفله، وصعبه وغنيه دسمه يعني احنا من في معايير للدسم بالموسيقى، وقت نحن عم نشتغل عليها انه صعب الاداء صعب لانها دسمه، يعني هي اللونج هي نوع خفيف وسريع لكن سريع بس مو يعني ما في جواته غنى بالمقام، فغنى مقامي بهالقطعه في جمال. يعني اللي بيعرف موسيقى بينبسط بقديش دسمه، واللي ما بيعرف موسيقى بيعرف قديش حلوة. فهذا اللي بيجمع بين الاثنين، الموسيقى اللي بتجمع بين الاثنين ومستورة، لازم نكشف عنها الغطاء. عم نشتغل نحن كأفراد، وإذا ضلت أي مؤسسة معنية سورية مهتمة بالموضوع، أنا بتمنى كل سنة نعمل موسم للمهرجان، مهرجان الملحنين السوريين، وكل سنة إن شاء الله يزيد عدد الحفلات لحتى نزيد عدد الناس اللي عم نتعرف عليهم. يعني إذا صار موسم ثاني إن شاء الله
لازم نختار موسيقيين غير اللي اخترناهم بالموسم الأول. هون هذا هي النقطة كنت بدي أسألك عليها أستاذة. يعني خلينا نحكي إنه هلأ يمكن مثل ما قلت إنه النوتات موسيقية أنت هلأ لحتى يمكن تعرفت عليها ما بعرفها، كمان بدها جهد كتير كبير من الموسيقيين ومن حضرتك، يمكن بالتنويت، بالتدريب، بزيادة بإعادة التفاصيل، صياغة، بإعادة صياغة بتبقى مكتوبة طبعاً. بأسلوب يعني في قطع عزبتنا كثير، آسف إني قطعتك، مكتوبة بطريقة غير مستخدمة اليوم. بعدين بكتشف إنه هذا المؤلف درس ببداية القرن العشرين بفرنسا، فهيك بيكتبوا، أعدنا صياغتها من أول وجديد للقطع. آسف إني قطعتك. لا بالعكس. فهون السؤال إنه قديش مهم إنه كمان الموسيقيين يكون عندهم اطلاع على مثل هيك. وصدقيني إنه هلا رح نغير، رح يكون غير حدا موسيقي. إي تماما هيك. في يعني أكثر من حدا، أكثر من حدا عم يشتغل بهذا الموضوع من باب الشغف وليس من باب إنه كلفناك بهيك. لحد يكلف حدا، كل السوريين العاملين وطنيين وعم يدوروا على جذور الموسيقى. يعني ايضا كان للالحان الروحيه حضوره بقصر العظم، كان لكم حفل. خلينا نحكي عن هي الامسيه وكيف كانت. الحقيقه هي الامسيه ببالي من زمان بس ما قدرت احققها لهلا بقصر العظم. عاده نحن وقت نشوف فرق بتقدم ترانيم مسيحيه وترانيم اسلاميه، بنشوف جانب من الفريق يؤدي الترانيم المسيحيه وجانب الترانيم الاسلاميه. الحقيقه في سبب، يعني من باب الاحترام بقول له انت شوف شغلك وانا بشوف شغلي. ما هو شغلنا كلنا الحقيقه. صح. واستبعدنا بعض العبارات العقائديه اللي احيانا بتعمل احراج عند احد الطرفين. فكل الفريق، يمكن حضراتكم بتعرفوا لونا هي كورال وطني مو كورال ديني، موجود فيه من كل الشرائح بالجمهوريه العربيه السوريه، كان طوائف او اثنيات، وبيشارك بجميع المناسبات تماما، وكلهم غنوا كل شيء. فانا برايي هي قضيه كثير مهمه، يعني وقت المسيحي يصلي على النبي ووقت المسلم يمدح العذراء، فبتحسي هون انه هدول سوريين قبل ما يكونوا مسلم او مسيحي او غير ذلك، لانه اصلا الموسيقى هي موسيقى سوريه، موسيقى عمرها الاف السنين. وقت اجت الديانات السماويه وتبنوها السوريين صاروا يستعيروا من الموسيقى الوطنيه تبعهم، من تراثهم الموسيقي، ويركبوا كلمات عقائديه تناسب العقيده كانت مسيحيه ام اسلاميه، ويطلع هذا الجمال. لانه الجمال في الموسيقى موجود، نحن بنلبس عقيدتنا لجمال موسيقي موجود، وبنحمل الكلمه والعقيده على اللحن ومنقدمه للمؤمن حتى المؤمن يزداد ارتباط بعقيدته من خلال اعجابه بهالموسيقى الجميله اللي محموله عليها عقيدته. خلينا نروح سوا ونتابع مع بعض لقطات من هي الامسيه الرائعه يلي كانت بقصر العظم ومنرجع. ميسان بدنا نوجه تحية أكيد لكل أعضاء الفرقة يلي عن جد عم يكونوا منورين بكل المناسبات يلي عم تكون موجودة بالبلد.
عفوا، وشفنا روحانيات المكان. نعم. يعني روحانية موجودة عند الكل، والكل بيعكسها من خلال فعلا أصواتهم. نعم. اللي بتجتمع مع بعضها. حتى أحيانا بتشوفوها بوشهم، بحسوا قد هن مسرورين وإن عم يقولوا. بنشوفها بوشها كمان مايسترو. يعني من أوركسترا ندى لجوقة شام، رح نتحدث عن لون موسيقي وغنائي مميز كمان كنتوا اشتغلتوا عليه، خلينا نحكي عنه. تماما، اخترنا 9 موسيقيين آخرين، في موسيقي مشترك بين الآلي والغنائي اللي هو أحمد الأوبري. نعم. اخترنا له كمان أغنية بأمسية الأغنيات. جوقة شام أديت كان 15 أغنية، يمكن لـ9 ملحنة سورية. أيضا لإظهار ألحان كادت تختفي. اخترنا شعبي كتير، صفر صفر يا بابور وعلى الغوطة يلا على الغوطة. واخترنا دسم من الأستاذ عبد الفتاح سكر الراحل سهيل عرفي. اخترنا من هون وهون لحتى كمان نحيي هيك شوية ذاكرة، لأنه في ناس الأغنية بتعيش أكثر من الموسيقى الآلية عنا. نحن أبناء كلمة، نحن أبناء شعر، أبناء كلمة. الكلمة بتعني لنا أكثر من الموسيقى اللي بدون لحن. فكتار من اللي كانوا موجودين بالصالة سمعانين صفر صفر يا بابور وعلى الغوطة يلا على الغوطة، فعلوا كتير. وسمعانين جس الطبيب ولي يا نبضي، وسمعانين يا ساكي يا دم يا عين لا تدمعي، وسمعانين بالأمس كانت. فاخترنا من الخفيف إلى الثقيل لنستعرض، نعمل بانوراما سريعة لـ9 ملحنين فعلا عملوا إغناء لأسمعنا. وفي ملحنين في أنطوان الحلبي مثلا ما حدا سمعان فيه، قدمنا له قطعة حلوة اسمها أريجو الزهر. في كتير مؤلفين نحنا ما سمعانين إنه كان فيه بسوريا هيك مؤلفين. صحيح. فنحنا حاولنا نضوي على شيء بيعرفوه شيء ما بيعرفوه، تمهيدا لمهرجان قادم نقدم فيه آخرين. وعملنا شغلة لحتى نقدر نحصر أكبر عدد من الأغاني لهالـ9 مغنيين. عملنا أغاني موصولة ببعضها لكن مو مجتزأة، يعني غنية كاملة موصولة بغنية كاملة موصولة بغنية كاملة، جمعناهم بباقة واحدة للملحن الفلاني. وأيضا الصدى كان رائع، صدى بتلمسيه بالتصفيق، بتلمسيه أنا بفتل، أنا ظهري للجمهور أثناء الأغنية. بعد الأغنية بتطلع لحي الجمهور، بقرأ الوجوه. إذا قاعد هيك مثل عملي كتر خيرها خلصنا الحفلة، بس إذا قاعد هيك معناته هو كتير مسرور. حاول أقرأ الوجوه قديش إنن فرحوا، حتى لو أول مرة بيش بيسمعوها، حتى لو أول مرة بيسمعوها قديش فرحوا بأنه عم ينبش شي حلو. نحنا برد بعيدة مرة تانية بنفس اللقاء، بيلزمنا نفتخر بقاماتنا. نحنا بنفتخر بالسيدة أم كلثوم والسيدة فيروز والراحل عبد الوهاب، وبنفتخر بكل العرب لأنه نحنا قوميين من الداخل بالفطرة خلينا نقول، لكن بحق لنا ايضا نفتخر بقامتنا. صحيح. بعد ما نعرف عليها الناس وبعد ما نعرف الناس على نتائجها كمان. على ايامهم لا كان في فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا شيء لحتى يتضوى عليهم. اليوم واجبنا، اليوم واجبنا. استاذ حسام، يمكن عم نشوف عديد من الفعاليات والامسيات يلي عم تقوموا فيها، وايضا عم نشوف حضور حضرتك اما مثلا ببرنامج اصوات يلي امبارح خرج فنانين سوريين جدد، وايضا عم نشوف حضرتك عم تكون مع بالليجان يلي بالمعهد العالي. نعم. عم نشوف حضرتك متواجد بقرارات موسيقية. نعم. يمكن بأخذ القرار بالمواهب السورية. اليوم نحن موسيقيا ما بالمدارس أو بالجامعات أو على جميع الأصعدة قديش نحن بحاجة لتطوير موسيقيا، لأنه حضرتك يمكن عم تواكب كل هالأحداث يلي ذكرتها من شوي. الحقيقة نحن بحاجة، لكن لازم ألفت النظر، نحن بسرعة بزمن قصير جدا قدرنا نطور الوضع الموسيقي في سوريا. هاي مو شهادتي، هاي شهادة الغير السوريين اللي زاروا سوريا على مدى 20 سنة اللي مرقوا وقالوا لنا كيف عم تقدروا تحققوا بهالسرعة. المعهد العالي للموسيقى افتتح سنة 1990 ببداية القرن 21. الأوروبيين والشرقيين والأمريكان وقت يزوروا المكان يقولوا كيف قدرتوا تحققوا بهذا الزمن القصير هذا التطور. والحقيقة الفضل فضل أكثر من شغلة، لكن أهم الفطرة الموسيقية عند الإنسان السوري. صح. هذا الإنسان ورتان الموسيقى من 7000 سنة ساكنة بدمه وشغف عن جد. الموسيقى موجود عند كل السوريين. وقت ما كان صحح له يتعلم بشكل أكاديمي ومتقن على الكمانجا كان يعزف شو ما كان. وقت صار عنده أستاذ حقيقي منهاج حقيقي فبصير هو قدران يطور نفسه بسرعة على الكمانجا. فكتير قدرت سوريا والشباب السوريين يحققوا تطور سريع بهذا المضمار، إلى حد انه مين كان يعرف بموسيقى بفرقه سيمفونيه سوريه بالـ90
وقديش لمعت ببدايات القرن العشرين الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. معناتها هذا التطور بوقت قليل قدرنا نحققه. اليوم نحن عندنا مشكلة الحقيقة تتجاوز بسهولة إن شاء الله مع القادمات من الأيام، هي قلة العدد، العدد الموسيقيين والأساتذة نتيجة الظروف اللي عم نمر فيها. إن شاء الله تزول الظروف سريعا إن شاء الله، وبيرجع عم العدد تزول كبير شوي شوي، عم تزول الحمد لله. نشكر الله وبنرجع منشد الهمة لحتى نرد نشد السرعة والكمية. نعم. لأنه القضية أيضا مو بالسرعة، كمية، يعني أنك تقدري تطوري 10 أشخاص بسنتين غير أنك تقدري تطوري 200 شخص بسنتين. فهيك بيقولوا يمكن كمان دخول على المعهد أنه هلا عم يقدم الطلاب عم يزداد صعوبة. مبارح صعوبة يعني يعني في كتير ناس بدهم يكونوا بالمعهد وأعداد بالألفات. هذا لصالح، هذا لصالح الموسيقى بالبلد. أنا بقول لهم للطلاب دائما اللي نحن عنا بالمعهد سنة اسمها السنة التحضيرية، بيقدم الطالب منلاقي انه عنده موهبة بس ما عنده المعلومات الكافية، بنقول له نحن مندرسك مجانا سنة كاملة بالمعهد بموافقة السيد الوزير مشان نطورك مشان السنة الجاية ترد تتقدم. فأنا بقول لهم للطلاب إذا بتقدموا بفحص القبول مثل ما أنا قدمت بفحص التخرج ما بقبلكم، لازم يكون المستوى في تطور. اختلاف. نعم. أنا متخرج سنة 97 ما معود سنة 2017 نكون نفس المستوى. فاليوم مستوى التخرج صار أعلى، مستوى القبول صار أعلى، ومبارح قبلنا 26 طالب إن شاء الله بصيروا بالمستقبل 26 موسيقي رائع. نتمنى لهم كل التوفيق يا رب، وأكيد تحيتنا لكل الموسيقيين السوريين يلي عم يشتغلوا ما عم بيقصروا، فعلا عم يرفعوا لنا راسنا بسوريا وبرا سوريا. نحن كتير نتشكر وجودك معنا اليوم مايسترو حسام الدين بريمو قائد فرقة لونا الغناء الجماعي، وتحيتنا أيضا لكل الفرقة. شكراً كثير وشكراً لكل الجهود يلي عم تبذلوها من أجل دائماً ضل الموسيقى السورية هي نمبر وان. شكراً كثير، ميرسي لإلك. صباحنا لليوم مشاهدينا.